مؤخرا في الايام القليله الماضيه اتركتي الراي العام قناتك مجموعه من التساؤلات اللي البعض شافها مشروعه، اللي البعض شاف عندها خلفيه، ولكن اللي بغينا نعرفوا ما هو راي حمزه كواشي في منع الجماهير القنيطريه من الدخول بصفتك على درايه بمختلف المستويات سواء الجانب الرياضي او الجانب السياسي. بدايه لابد انني نشكر قناه الفجر المغربيه على المواكبه ديالها للمواضيع اللي كتهم مدينه القنيطره وكذلك تهم الشان العام الوطني بصفه عامه. صراحه هو هذا الموضوع يؤرق القنيطريين كثيرا كما يؤرق جميع ساكنه المغرب، فكما تعلمون انه النادي القنيطري له مكانه خاصه عند جميع المغاربه وليس ساكنه مدينه القنيطره فقط. النادي القنيطري النادي العريق، النادي الكبير الذي اصبح يعاني الامرين جراء الممارسات التي تمارس عليه. بالنسبه لهذا الموضوع ديال منع الجماهير القنيطريه، وقلتي انه طرحت العدد من التساؤلات سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي هناك من راها انها موضوعيه وهناك من راها انها ليست لها خلفيه. طبعا لها خلفيه الصالح العام، خلفيه مدينه القنيطره، حيت راه حتى واحد ما غادي يقبل على انه الفريق الاول المدينه تعاني من هذا الامر. الفريق الاول المدينه هو على بعد 8 مباريات في حرب الصعود من اجل الرجوع لمكانته، وغادي نمنعوا الجماهير ديالو؟ راه هذا الشيء راه لا يعقل. اولا هو ما كاينش منع للجماهير، اولا كانت مشات واحد اللجنه اللي شافت الملعب لقات انه المدرجات المغطاه انها غير قادره على استيعاب ذاك العدد الكبير ديال الجماهير، وهذا نقدروا نقولوا ان المدرجات المغطاه يعني ما كانش فيها واحد العمل ديال الترميم منذ سنوات. ولكن هنا الشارع القنيطري كيطرح واحد التساؤل، كاين المدرجات اللي خلف الشباك، هاد المدرجات اللي هي خلف الشباك اللي مازال الملعب باكمله مازال ورش مفتوح، ولكن الجمهور كيقول علاش داك المدرجات اللي خلف الشباك ما نستقبلوش فيها. طبعا كيف تنقولوا انه كاين واحد القانون اللي كيؤطر القانون ديال الصفقات العموميه والانجاز ديال المشاريع وكذا، يعني المشروع لم يسلم بطريقه نهائيه للمجلس البلدي من طرف الشركه القائمه على الاشغال. ولكن هنا لابد ان اغتنم الفرصه لاستحضار واحد الواقعه اللي كانت وقعت في عهد المجلس السابق، انه تم تسليم احد العمارات لفريق النادي القنيطري من طرف المجلس الجماعي. يعني واش كان شي تسليم جزئي من طرف الشركه للمجلس البلدي؟ شنو الامر؟ ولكن هنايا كنعرفوا انه في ذاك اللقاء كان حضور ثلاث اطراف، حضور الشركه وحضور المجلس وكذلك حضور كانت تحت اشراف ديال السلطه المحليه. يعني هنا علاش المجلس البلدي ما يبادرش انه يقوم بنفس العمليه بالنسبه لذاك المدرجات اللي خلف الشباك باش انه يقدر يساهم في الفريق انه يستقبل بالجماهير ديالو؟ يعني هذا من بين الحلول، وغادي يكون المجلس سباق انه يديرها، انه يقوم بطلب او طريقه قانونيه، صيغه قانونيه باش ان الفريق الذي يعاني الامرين انه يستقبل في الملعب ديالو. يعني هذه واحد العدد ديال التساؤلات، وهنا لابد من الاشاره انه هذا الملعب اللي بدات الاشغال فيه في 2013 ونحن الان في 2022 ومازال الملعب ما كمل. هذا الملعب اللي قالوا لنا في 2018 انه غادي يكون جاهز وغادي تستقبل فيه النادي القنيطري مباراه الاياب مع فريق سانتوس، وكانت جات على لسان رئيس الفريق وكذلك رئيس المجلس البلدي، وهنا كنشوفوا ان الاشغال في 2022 ومازال ما كملاتش، مازال المدرجات المعقل ديال الجماهير القنيطريه، جماهير حلاله بويز البيلوز، مازال الاشغال يلاه غدا فيها، مازال ما بدات الاشغال في المدرجات المغطاه. يعني هاد الحلزونيه في اتمام الاشغال، وحنا صراحه هادشي ولينا مولفين في قنيطره، راه يمكن نحيلكم على المركب الثقافي، على المستشفى، على اعداد من الاوراش التي ما زالت مفتوحه في مدينه القنيطره. في اطار المقابله القادمه بلغ الى علمنا من مصادر مقربه على ان النادي تقدم بواحد الطلب استثنائي، يعني كما اشرتي، من السلطات باش يتم استقبال في المدرجات اللي قبل العماره كونها مكتمله الاشغال. الشيء اللي اكدوا لنا حوار مع عضو المجلس البلدي احمد الصيد على ان ذاك المدرجات تم اكتمال الاشغال ديالها باستثناء المدرجات الاخرى. يعني كان واحد الطالب ديال الاستقبال في المدرجات الخلفيه، لماذا لم يكتمل؟ لماذا تم رفض ذلك الطلب حتى الان على بعد ثلاث ايام؟ صراحه انا ما نقدرش نجاوب على هذا السؤال، حيت انا لست عضوا بالمجلس البلدي وليست لي الصفه باش نجاوب عليه، ولكن وما يمكنش نحكموا على النوايا،
ولكن ما يظهر لنا انه الا ما كانش التفاعل مع طلب بحال هذا والقيام بمجهودات من اجل ان النادي يستقبل يستقبل المباراه القادمه بالجمهور ديالو، هنا غادي تقول بان هناك نيه مبيته في اقبار الفريق. هذا الفريق اللي عنده تاريخ، اللي عنده مكانه خاصه في البطوله الوطنيه ويعتبر من الفرق العريقه، حنا كنشوفوا دابا شنو كيعاني، يعني ومازال يواصلون انه يحاولون اقباره. ملي تتكون عندنا حرب صعود بحال هكا وبغينا نرجعوا الفريق، وكانوا جميع المسؤولين انهم مهتمين باش انه يرجع الفريق للمكانه ديالو، راه كيتجند الجميع بجميع الامكانيات المتاحه، راه تنواجهوا فرق راه هما تينافسوا على الصعود. هنا يمكن نحيي لكم على النادي المكناسي، يمكن نحيي لكم على الوداد تمارا، وشوفوا النادي المكناسي في المباراه الاخيره وداخل الملعب ديالو شكون اللي خلاه انه يتفوق في الماتش ديالو؟ الجمهور. النادي القنيطري في مدينه تمارا اللي مشى الجمهور وكانه المباراه في مدينه القنيطره، شكون اللي خلى النادي القنيطري انه يتفوق؟ راه الجمهور. وهنا لابد من التنويه بالعمل الجبار اللي كيقوم به الجمهور القنيطري وعلى راسهم الفصيل ديال الحلال لابويز الذي ظل مساندا لفريق النادي القنيطري في جميع ازماته ويعتبر رمز من رموز الوفاء على المستوى الوطني. هذا الشيء ما يمكنش اننا ننساوه، وما يمكنش اننا نواجهوا التضحيات ديال هذه الجماهير بهذه الطريقه واننا نمنعوه من انه يساند الفريق ديالو. راه حنا في قنيطره راه ما عندنا والو، راه عندنا هاد الكاك اللي تنبغيوها واللي كيبغي بنادم انه يمشي يشجعها وفي اخر الاسبوع انه يعيش معها واحد الشغف تيبغي يعيشوا مع هذا الفريق، حتى هو بغاو يحرموا منه. ورا الكره ابا من ابا وكريها من كريه، راه كتبقى للجمهور. الا كنا نحيدوا الكره للجمهور راه ما عندنا ما نديروا بهذه الكره، ما تزيدنا والو، ولا كنا غادي نحيدوها للجمهور. اخيرا في جمله واحده، كقنيطري وبالنيابه على جميع القنيطريين، شنو هو النادي القنيطري بالنسبه لمدينه قنيطره؟ مع كامل احترام باقي الانديه التاريخيه. صراحه النادي القنيطري كيف قلت هو الفريق الاول للمدينه. النادي القنيطري التاسيس ديالو ما جاش من اجل كره القدم فقط، بل جاب واحد الرساله اللي هي نبيله، رساله دفاع الوطن، رساله المحاربه من اجل استقلال المغرب. هذا النادي هو نادي مرجعي، انه تاسس من اجل المغرب ورفع الرايه ديال مدينه القنيطره، ودازوا فيه لاعبين كبار، ودازوا فيه في المنتخب الوطني لاعبين كبار. يعني لا يمكن اننا نتعاملوا مع هذا النادي بهذه الطريقه، ما يمكنش. وهنا لابد ان نوجه نداء لواحد المسؤولين ديال مدينه القنيطره. صراحه مؤسف اننا في 2022 وكنعرفوا التقدم اللي عرفاته مدينه القنيطره في الجانب ديال الاستثمار وداك الشيء، وكاينين مستثمرين وكاينين شركات كبار في قنيطره ومستثمرين كبار على المستوى الوطني هما كاينين في قنيطره. شنو القيمه المضافه اللي قدموها لهذا الفريق الاول للمدينه؟ لكن لا دعم لا والو. واش هذا الفريق راه ماشي ديال المكتب اللي كيسيروه دابا، هذا الفريق راه ملك لجميع القنيطريين. هاد الفريق ماشي ديال داك الجمهور ديال حلاله بويز، هاد الفريق راه ملك جميع القنيطريين، هاد الفريق راه ديال المدينه. وحنا مؤخرا شفنا انه المجلس البلدي صادق على المنحه للفريق النادي القنيطري ورغم هزالتها. هنا كنطالبوا انه رئيس المجلس انه يقوم بما يكفله له القانون من اجل التسريع باش المنحه توصل دغيا وكامله للنادي القنيطري، ولا كنا غادي نعطيوه المنحه حتى لاخر العام؟ واش يديروا بها هاد الناس؟ وهنا لابد من الإشادة وصراحة والتصفيق للمكتب المسير الحالي. صراحة بالنسبة لي شخصيا لا أحب تزكية أي مكتب، بل نتائجه هي من تزكيه، ولكن صراحة هذا المكتب ما يزكيه هو ما يقوم به من أجل النادي والتضحيات اللي كيقاموا بها مجموعات الشباب. هنا كنشوفوا انهم هاد الشباب يقودون مسيرة الفريق، ولكن انه ما كاينش هناك دعم. يعني ممكن يكون انه لسببين بسيطين، يا اما كيف سبق لي وشرت انهم يريدون اقبار هذا الفريق، ولا يريدون افشال هذه التجربه ديال الشباب، لان هذه التجربه رائده، تجربه عطات انه التسيير كيفاش خصو يكون، الحكامه في التدبير، الشفافيه في التدبير، هذه الامور ما كناش كنشوفوها مع مكاتب سابقه، ودابا ملي ولينا نشوفوها لقينا هاد الشباب كانهم كيتحاربوا. يعني هنا تطرح بزاف ديال التساؤلات، وهناك رساله اخيره اللي بغيت نوجه اللي بغى يدير شي تصفيه حسابات مع شي هيئه سياسيه معينه ولا مع شي اشخاص معينه، يخلي عليه الكاك في الثقه.
راه الكاك راه ملك لجميع القنيطريين والقنيطريات بدون خلفيه سياسيه وبدون اي انتماء سياسي، وغادي نبقاو كنبغيو هذا الفريق وغادي نبقاو نشجعوه وغادي نبقاو نترافعوا عليه تيرجع للبلاصه ديالو مهما كانت الظروف وشاءوا او كرهوا.